ايه ده يا ايوب، انت لابس هدومك ورايح فين كده على الصبح؟ راح للمصيبة اللي اسمها توحيدة ادفع لها الايجار المتأخر. يا راجل حرام عليك نفسك، ده انت دماغك فيها 20 غرزة. معلش، ما انا لازم الحق اروح قبل ما جوزها يطلع من السجن، وال20 دول يبقوا 160 غرزة. عن اذنك. ربنا معاك يا ايوب. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ من فضلك، هي طنط اميره اللي ساكنه قدام حضرتك، ما تعرفيش فين؟ انا ما اعرفش، اصل انا الحقيقه ماليش اختلاط بحد هنا، بس هي باب شقتها مقفول يجي اسبوع واكتر. يا خبر، لا تكون سافرت في حته. طب واحنا هنروح فين دلوقتي؟ مش عارفين. هي ايه الحكايه؟ مفيش حاجه، يلا بينا يا بنات، ما عادش قدامنا غير الشارع. شارع ايه؟ استنوا هنا. حضرتك عاوزة حاجة؟ خشوا خشوا يا بنات، اتفضلوا. خشوا فهموني حكايتكم بالظبط، اتفضلوا. اقعدوا. فهموني بقى، انتوا مين وحكايتكم ايه وشكلكم زعلان كده ليه؟ اسمي مي، وانا اختها نهى. وانا اختهم ياسمين. مي ونهى وياسمين، الله اساميكم حلوه قوي. طب احكوا لي بقى حكايتكم ايه؟ بصراحه بابا وماما منفصلين عن بعض بقالهم مده، وبابا راح يتجوز واحده تانيه، والنهارده بابا جه عندنا البيت وعاوز ياخدنا من ماما عشان نعيش معاه، وماما رفضت واتخانقت مع بابا. خوفنا لا يصمم على رايه وياخدنا معاه نعيش عند الست التانيه. قمنا احنا هربنا وقلنا نيجي نستخبى عند طنط امير، اصلها صاحبه ماما من زمان. يا حبايبي بس انتوا غلطانين، ازاي تهربوا من بيتكم؟ اصل الست مربوبه دي ست شرانيه قوي، ولو رحنا عندها اكيد هتاذينا. احنا اسفين احنا ازعجناك، يلا بينا يا بنات. على فين؟ ما نعرفش. لا لا خليكم معايا. تحبوا اعمل لكم شاي؟ لا متشكريني يا بنت طنط، احنا بصراحه تعبانين قوي عايزين ننام. في حد ينام الساعه 10 الصبح يا ياسمين؟ انا تعبانه من المشوار اللي مشيناه والنوم كابس عليا. طب تعالوا معايا ادخلوا جوه وانا هريحكم خالص. خشوا. على فين؟ تخشوا تناموا لكم شويه. يلا تعالوا. معلش بقى يا بنات، الاوضه مش قد المقام. احنا مش عارفين نشكرك ازاي. ربنا يخليكي، انتي فعلا طيبه قوي زي ماما. يا حبايبي ده انا نفسي يبقى لي بنات حلوين كده زيكم. طب يلا بقى اعملي زي ماما وادي كل واحده مننا بوسه قبل ما ننام. حاضر. عنايات، عنونه، عنعنتي. خير، اللهم اجعله خير. ايه ده، مين دول؟ ايوب. ايه يس، ايه اغيب عنك 3 ساعات ارجع الاقيكي مخلفه 3 بنات؟ مخلفه ايه يا راجل انت؟ لا فهميني مين دول. وطي صوتك للعيال يصحوا. تعال ورايا بره وانا هفهمك على كل حاجه. مشوش على ترتيب صوابعك. ادي الحكايه، فهمت بقى؟ افهم ايه يا عنايات بس؟ احنا مالنا اذا كان ابوهم طلق امهم، ولا امهم طلقت ابوهم، ولا جدهم متخانق مع عمهم؟ تدخليهم البيت ازاي وتنايميهم في اوضه النوم بتاعتنا؟ يعني كنت عاوزني اسيبهم ينزلوا الشارع ويضيعوا؟ ما يضيعوا ولا يصيعوا، ما كانوا من بقيه اهالينا. يا راجل جرالك ايه يا ايوب؟ ده انت طول عمرك حنين وقلبك طيب. يا عنايات يا حبيبتي، دي مسؤوليه. افرضي ابوهم ولا امهم بلغوا البوليس عن اختفائهم، دلوقتي احنا موقفنا ايه؟ ما انا عشان كده يا حبيبي عاوزاك تنزل بسرعه كده وتخطف رجلك لغايه مامتهم تطمنها على البنات وتقول لهم ان الحمد لله هم قاعدين عندنا في الحفظ والصون. طب انا اعرف عنوان امهم منين؟ لا ما انا قبل ما نيمهم اخدت منهم العنوان عشان خاطري يا ايوب. يا حبيبي ده ثواب كبير عند ربنا. امري لله. ما عرفتيش امهم دي اسمها ايه؟ اسمها سكر، سكر درويش. سكر درويش.